يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن اسم الملك الذي وكل بقبض الأرواح اسمه عزرائيل؟ هذا وارد لكن الثبوت ما ثبت، ما ثبت، إنما هو مذكور وارد في بعض الكتب أو على ألسنة بعض العلماء، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قوله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى، مش السؤال عنه؟ هل ثبت؟ يقول هل ثبت أن اسم الملك الذي وكل بقبض الأرواح اسمه عزرائيل؟ نعم، مثل ما ذكرت لك هو مذكور لكن ثبوت لا أعلم أنه ثبت. نعم. أما الذي ينفخ في الصور فهو إسرافيل واسمه ثابت. نعم.